قبل طبيب الأطفال هناك طبيب العام. طبيب العام هو أقرب للمواطن، ويعني حتى مسألة الموارد البشرية هناك نقص يعني حاد في الموارد البشرية، وبالتالي انتظار طبيب الأطفال لتشخيص الحالة قد يكون يعني متأخرا جدا. وبالتالي يجب تحسيس أولا الآباء ثم الأطباء القطاع العام، وهذا داخل في تكوينهم من الأساس، يعني للتفكير اولا في المرض وتشخيصه في اقرب فرصه يعني تاتي للطبيب. وهذا كان يعني محور نقاش مع الزملاء منهم الاستاذه لينا حسيسن في كيفيه ولوج الطفل الذي يتوقع أن يكون لديه سرطان إلى المنظومة الصحية. وبالتالي كان يعني المنظومة الصحية مفتوحة على يعني سائر الأصعدة لولوج هذا الطفل الحامل للسرطان أو متوقع أن يكون حامل للسرطان لولوج المنظومة. يعني نحن لا نقول أن الطفل يجب أولا تشخيص السرطان لديه وإقامة جميع الإجراءات كي يصل إلى المستشفى، بمجرد أن يفكر الطبيب العام في المرض فهو يعني يرسله مباشرة إلى أي في الآن تعليم.